السلام عليكم. في الفيديو غادي نشوفو كيفاش نحسبو مثلا. هنا عطاك مثال ديال نومبر دو في ادمي و نومبر دو غارسون ادمي. كيقول لك عطيني العدد ديال الفتيات اللي نجحت وعدد ديال الذكور يعني الاولاد اللي ناجحين. هنايا اول حاجه تنتبه ليها نومبر. نومبر مي كيكون نومبر غادي دير ليك ان بي. هذه الحاجه الاولى يعني باش تعرف الخاصيه اللي تقدم بها. حاجه الزوجه كيقول لك نومبر دو في ادمي و نومبر دو غارسون ادمي. يعني هنا عندك جوج ديال الشروط، ومن يكون عندي جوج ديال الشروط غادي نستعمل ان بي سي اونس على الطريقه هذه. غادي ندير تساوي وندير ان بي، ها هي ان بي سي اونس. ها هو عندي بلاج كنسيليكسيوني وكندير بوان فيرغول وندير كريتير الاول. هنايا نومبر سي اونس واش هو البلاج؟ البلاج هو هذا مثلا الاول، هو هذا ديال الاخر، ها هو الاخر موراها كان فيكسيه بالدولار. هي اف 4 ها هو هنا كندير بوان فيرغول وكندير داك الكريتير الاول. شنو هو الكريتير الاول؟ هو ادمي. يعني قال لك ادمي غادي ندير بين معقوفتين هكا ادمي، ندير بوان فيرغول، عاود ندير بلاج كريتير دو. شنو هو؟ هو هذاك هنا الجنس ديال التلاميذ، لان قال لك دو في. ها هو غادي نسيليكسيونيه نفس الشيء، غادي نمشي هنا وكنسيليكسيوني عاود هادي وندير اف 4. قلنا كنسيليكسيوني ندير اف 4 كنفيكسيه دائما في ام بي سي 11 كتفيكسي. ندير بوان فيرغول، عاود كندير الشرط الزوج حتى هو هذيك في هنا في هذا الجدول راه عندها يعني كتعرف بديك اف. هاو نكتب اف، ندير الاخر معقوفات. من ندير المعقوفات كان نسد القوس وندير هكا. هاو عطاني 5. نمشي مثلا عند الشرط الزاوج. شنو هو؟ حتى كيقول لك نومبر دو غارسون ادمي. الشرط الاول هو ادمي، الشرط الزاوج هو غارسون. غادي ندير تساوي، ندير ان بي، ندير بوان وندير سي، ندير اونس. ها هي كندير بلاج كريتير هو هذا الاول، هو كنسيليكسيوني دائما كنمشي هنا وفيكسي بالدولار. كندير اف 4 ولا مثلا بحال بي سي بيرو كاين لي اف ان وموراها تكليكي على اف 4 في نفس الوقت. المهم ندير بوان فيرغول، كندير الشرط الاول شنو هو؟ هو ادمي. وكاين الحالات ديال نو ادمي هنا ما كايناش. مثلا ندير بوان فيرغول، نمشي عند البلاج الزاوج هو هذا، لان قال لك هنايا غارسون. ها هو سيليكسيوني البلاج الزاوج، نفس الشيء كنفيكسيه بالدولار. بحال انا عندي مثلا في بي سي اف ان وكنكليك على اف 4. كان مثلا بي سي داك بيرو غادي تكليك عليها ديريكت. هو انا غادي ندير الشرط الزوج هو هذيك ام، لان في الجدول راه عنده ام، يعني غارسون الرمز ديالها هو ام. ها هو كندير وندير هكا. ها هو عطاني 5 على 4 هي 9.